صباح الخير يا دارنا، صباح الخير. Never forget. You'll never forget. Yes. Here I born. My father and my mother came from Poland. Poland. They suffer from the Holocaust. They came instead of me. لغموا 20 بيت. وصاروا الناس تحت حصار كامل، صاروا أهل القرية يبعثوا أولادهم ونسوانهم على المهر والكهوف حوالى القرية. الجذر الجذر، هاي المنطقة أصابها زلزال. في ساعة صرنا تحت الشجر، كنا ملوك صرنا لاجئين، بيوتنا مليانة تموين وأواعي، إحنا طلعنا زي ما حد. هذا بيت الأجداد، طفولتي المبكرة هناك، يعني حضن الأم والأب والبيت وأختي وأخوي وولادي الجيران. هون عيني شافت النور لأول مرة، هون أنا نفست الحياة لأول مرة، فلا ولن أنسى وسأعود.